دلوقتي انا في فقره عندي اسمها رانيا ولا عبير، انت اللي هتجاوبي على الاسئله كلها، مش عايزك تقلقي. هتجاوبي يا سهير؟ ها، وتقولي الحقيقه والصراحه، احنا في عيد الام. مامي. هقولي حاجات صفات تقولي موجوده اكتر عند رانيا ولا عبير، وعايز اجابات سريعه من غير تفكير يا مدام سهير. مين فوضويه ومين منظمه؟ لا الاثنين فوضويين. مين بتحب النميمه؟ لا ما بنحبش النميمه كتير، لا انا ولا هم بصراحه، بس مين حرامها. عنادها مالوش حدود. عبير. متردده في قراراتها. ممكن تفرق. رانيا بتصدق كل كلمه بتسمعها. دي برضه. صوتها دايما من دماغها. دي. بتكرر غلطاتها من غير ما تتعلم منها. لنيه لنيه لنيه. مش عارف، انا عندي راي بس مش هقوله. لا لا دلوقتي. بحكم معرفتي بالجميع. طيب كسوله جدا. كسوله انا؟ لا انت مش كسوله برضه في الشغل. لا في البيت بتشتغل وفي البيت. ايوه بس قصدي مش يعني اللي انا بحب المطبخ. نجمها خفيف. ما عنديش حد كسلان، لا دي ولا دي. طب نجمها خفيف، مين فيهم نجمها خفيف؟ اعتقد رانيا اكتر. مبذرة ومش بتعمل حساب للزمن. ما يقعدش معاها فلوس ابدا يعني، ما بتحبهاش. انت كل حاجه رانيا. طيب ممكن يضحك عليها بسهوله. الضحك برضه رانيا. جايبني تهزقوني. عبير نصحى عنها. طب بتحب المغامره؟ لا المغامرات لا، ملناش في سكه المغامرات دي. خير. طيب مش بتفكر قبل ما تتكلم؟ ما بتفكرش قبل ما تتكلم. هي قالت هو حد مديك الوصفه؟ لا وهو بيبص لي، هو بيضرب السؤال ويبص لي انا. طب ما انت عارف الاجابه، بتبص لي. مين يا مدام سهير؟ هي كده بقى تقول لي يا حبيبي مدب. قبل كده قالت لي عدي قبل ما تتكلمي. رومانسيه؟ مين فيهم رومانسيه؟ عبير اكتر. ايه يعني دي برضه، بس عبير على الاقل رومانسيه بتفكر. دي برضه رومانسيه بتفكر. ليه كده؟ ليه؟ بكل ذنب. انت قلت ردود سريعه، ليه بتسيب جبات بقى؟ ما هو الجبات دي في حشو بيحصل. مقصوده على فكره. طيب مين فيهم موسوسه اكتر؟ موسوسه؟ لا ما عندناش وسوسه. طيب مين فيهم لئيمه اكتر؟ ما فيش لقمه خالص في بناتي. يا ريت كان. يا ريت. اللي عايزين يقولوا بيقولوا. نهى، الصفات اللي خدتيها من والدتك ايه؟ عشريه قوي يعني، اي حد لو اول مره نقابله كده بنبقى نعرفه كانه معانا. تعالي يا حبيبتي. والله يعني حتى صحابي لو اول يوم يدخلوا البيت يقولوا احنا كاننا يعني في بيتنا، يعني ماما عشريه جدا. كل ام ليها دايما دعوه لبنتها، ايه الدعوه اللي دايما ماما تدعيها لك؟ ربنا يحبب فيكي خلق. يا رب. ويبعد عنك ولاد الحرام. يعني بقت مرتبطين ببعض. بيكملوا بعض. بالظبط. وبصراحه يعني دلوقتي يعني ربنا يعني اللي هو ايه، يا ربنا يعوضه لك في ابنك. لما بعمل حاجه تقول لي يعوض لك في ابنك على طول، دايما بتقول لي. عموما دلوقتي احنا بعد الفصل عندنا فقره مهمه اسمها السندوتشات. فقبل ما نروح فقره احنا هنقوم نعمل السندوتشات ولا ايه؟ اصبري اصبري، هنسمع نوها وبعدين نطلع الفصل. يلا.